السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، واتنين اعمل لايك وشير الفيديو ده. تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، وهو بيتكلم عن فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، وهي فترة تولي الإخوان للحكم. في بداية المسلسل تم التعريف بالشخصيات، فاللي هيقدم مثلا شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المسلسل هو ياسر جلال، المشير طنطاوي، أحمد بدير، محمد مرسي، صبر فواز، وخيرت الشاطر، واللي ظهر انهم متحكم في كل حاجة في القصة دي بيأديه خالد الصاوي، احمد عز الضابط سيف، كريم عبد العزيز الضابط زكريا يونس، واحمد السقا الضابط مروان اللي هو مخابرات في سينا، ومنى عبد العزيز منى عبد غني بتمثل شخصية حرم الرئيس انتصار السيسي. الحلقة الأولى في مسلسل الاختيار بتتكلم على الفترة أول ما تولى الإخوان للحكم، وإن هم كانوا عايزين يسيطروا على كل الأمور في الدولة بما فيهم القوات المسلحة. أول ما جم المسلسل بين في الحلقة الأولانية بتاعته إن اللي كان بيدير الأحداث كلها كان خيرت الشاطر، وبيعرضها على المجلس بتاعهم في جماعة الإخوان المسلمين، وكان هم اللي بيتخذوا كل القرارات، وكان وجود محمد مرسي كان مجرد صورة على كرسي اللي هو يصدر القرارات بس، ولكن مكتب الإرشاد هو كان هو المتحكم في كل القرارات اللي موجودة في مصر في الفترة دي. مع اتجاههم ان هم يخلوا الأمن الوطني كمان من الإخوان، كانوا عايزين يشيلوا قيادات الناس أو الضباط اللي كانت بتثبت كفاءتها وكانت كسرة ظهرهم طول الفترة اللي فاتت قبل ما تولوا الحكم، فكانوا عايزين يشيلوها من طريقهم ويجيبوا الناس تبعهم. كمان كان عايزين يسيطروا بنسبة كبيرة على القوات المسلحة لأن ده كان أهم حاجة بالنسبة لهم، فدبروا حاجة زي ما اللي هي المجزرة اللي كانت في رفح، والشهداء بتوع القوات المسلحة اللي ماتوا هم بيفطروا علشان يحطوا القوات المسلحة والقيادات بتاعتها في حرك كبير من الموضوع ده، ويقدروا بكده إن هم ينفذوا الخطة الأولانية بتاعتهم إن هم يمشوا المشير طنطاوي. ولكن القوات المسلحة كانت عارفة الكلام ده، و كانت معرفة أيامها الفريق اللي هو عبد الفتاح السيسي إن هو بنسبة كبيرة هيتم اختياره ليكون رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد كده، بناء على إن هم شافوه اللي هو متدين وزوجته محجبة، فقال لك بس هو ده اللي احنا عايزينه. وده كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قاله في قبل كده، قال لك هم جابوني علشان عارفين إن أنا حافظ القرآن، ما يعرفوش إن أنا أهم حاجة عندي بالنسبة لي هي مصر. والحلقة الأولانية خلصت على كده، وفي انتظار الحلقات الجاية من المسلسل المبدع ده الاختيار 3. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة. سلام.